اهلا بيكم. فصل الشتاء قرب وناس كتير بدأ يظهر عندها اعراض انفلونزا وخاصة طلاب المدارس، فهنتكلم في الفيديو ده عن فيروس الجهاز التنفسي respiratory virus RSV. الفيروس ده بيصيب الجهاز التنفسي واعراضه وطرق العدوى زي الانفلونزا العادية. فمثلا طرق العدوى فيه عن طريق العطس والسعال واستخدام ادوات المريض، وبالنسبة للأعراض زي أعراض الإنفلونزا عطس وسعال وارتفاع في الحرارة، وممكن قد ممكن يكون في صعوبة في التنفس، وممكن يسبب التهاب رئوي، وممكن يحتاج المصاب للنقل للمستشفى. بس ده يعني في حالات نادرة اللي بيحصل لها كده. والمرض ده بيصيب الأطفال والكبار، وخاصة الناس اللي عندهم أمراض في القلب أو في الرئتين. وطرق الوقاية زي طرق الوقاية من كورونا أو من الإنفلونزا العادية: لبس الكمامة، وخاصة لطلاب المدارس لبس الكمامة، وكمان تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، والتهوية في الأماكن المزدحمة. تحدث الإصابة بيه بعد العدوى بالفيروس في خلال مدة من 4 ل 6 أيام، ويتم الشفاء في غضون أسبوع أو أسبوعين، يعني مش بيبقى أكتر من كده. بيكون خطر عند الأطفال الرضع وكبار السن، وممكن يسبب التهاب رئوي، أو ممكن يسبب التهاب في الشعب الهوائية أو التهاب رئوي. ويفضل إن الطلاب اللي في المدارس اللي عندهم أعراض إنفلونزا زي العطس والسعال بنسبة كبيرة، لازم يعني يفضل ان هما ما يروحوش المدرسة في الفترة اللي هما عندهم فيها اعراض عطس وسعال، علشان يعني عشان هما يخفوا بسرعة، وكمان علشان ما يتسببوش في عدوى لزملائهم.